مع تفاصيل الصباح الجميلة نبدأ صباحنا وتفاصيلنا الرائعة معكم أحبتنا عبر شاشة تلفزيون قطر، ونبدأها بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، وبداية لقاء جميل دائما يجمعنا معكم من خلال برنامج في الضحى. بدأنا أسبوعنا هذا بكلمات جميلة راقية مفعمة بالمحبة والحب لأغلى الأمهات، الأم التي نقدم لها أجمل الكلمات مع بداية هذا الأسبوع وكل يوم من أسبوعنا هذا، من كتابنا اللي اخترناه وكان يحتوي على العديد من الكلمات. نختمها بهذه النصيحة في هذا اليوم، يوم الخميس الجميل الذي نتمنى أن يكون مفعما ويحتوي على العديد من التفاصيل الجميلة. نختم صباحنا في هذا اليوم بهذا الاقتباس وهذه النصيحة المقدمة من الأم إلى الابن فتقول: يا بني كن وحيدا في الطريق الصحيح، ولا تكن زعيما في الطريق الخطأ. كن شيئا في أي مكان، ولا تكن لا شيء في كل مكان. يفز قلبي لنظر هالطواري، والله لقالوا قطار ثار دمي. يفز قلبي لنظر هالطواري، والله لقالوا قطار ثار دمي. دار الكرم والطيب يا حي داري، يحق لي فيها أفاخر وماري، أموت فيها جعلها دور يمي. والله لو نادت أجيها مشاري، وأقول يا لبي وأقول سمي سمي سمي. أجيها مشاري قلبي لا طروها طواري، صباحنا دائما جميل كجمال روح المشاهدين ومتابعينا لبرنامج في الضحى.
حياكم الله أحبتنا، صباح يترافق مع أفكاركم الإيجابية وأفكاركم الجميلة حتى يكون دائما مفعم بالنجاحات والأفراح والمسرات. حياكم الله أحبتنا من خلال برنامج في الضحى، نسعى دائما كأفراد وطاقم لهذا البرنامج أن نقدم لكم الأفضل من خلال الفائدة والاستفادة والاطلاع على كل أمور الحياة وأيضا التفاصيل والأحداث المختلفة لدولتنا الحبيبة قطر. وارتئينا من خلال الأسابيع الماضية أن تكون البداية من خلال اقتباسات إيجابية جميلة فيها العديد من التفاصيل عن الحياة، عن أمور تترافق مع حياتنا بشكل كبير. من خلال هذا الأسبوع اخترنا أن يكون الحديث من خلال كتابنا عن أجمل نساء الأرض، عن الأم. اخترنا كلمات صباحية بدأناها بالحديث عن هذه الإنسانة الراقية والجميلة، ختمناها اليوم بنصيحة. قد يكون الكتاب لا يختص بالحديث عن الأم، لكن ارتئينا أن يكون هذا الحديث موجه لها. كتاب نصف وجه بلا ملامح هو كتاب هذا الأسبوع، هو للكاتب هاجد محمد. من خلال كتابه تحدث عن كثير من الأمور في سطور قليلة وبسيطة لكن تعني الكثير، إن كان عن الحب، إن كان عن العاطفة، إن كان عن الصداقة، عن الخذلان، عن الحزن، عن كثير من الأمور. استطاع من خلال هذا الكتاب أن يتحدث عن الفرح وفي المقابل عن الحزن. كثيرة هي الأمور التي يحتوي عليها كتاب نصف وجه بلا ملامح. هذه دعوة للجميع أن أهما يقتنون هذا الكتاب وتعرف أكثر على السطور الجميلة التي يحتوي عليها هذا الكتاب من مختلف أمور الحياة. أحبتنا، من بعد ما تعرفنا على كتابنا لهذا الأسبوع، خلونا وياكم نبدأ صباحنا بشكل مختلف في حلقة يوم الخميس، وأن تكون جولة مع نقل خارجي مع زميلنا عمر الشمري اللي موجود حاليا في السوق المركزي وتحديدا في سوق السمك. صباح الخير يا عمر. صباح النور والسرور والعافية أختي أسماء الحمادي، تحية لك وتحية لمشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا مثل ما عودنا الخميس أن نكون متواجدين كبرة السمك ليطلعكم على نوعيات السمك اللي موجود في السوق وأيضا على أسعاره. خلونا مشاهدينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع هذا المحل اللي موجود وراي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يبا، السلام عليكم، تعال يبا، تعال معي شوي، كيف حالك؟ الشعري على كم؟ 3.10. مال وين هذا الشعري؟ مال وين؟ الشعري مال الدوحة. الكراري على كم؟ 14 ريال. مال وين؟ 14 ريال. كله مال الدوحة. التبان عندك على كم التبان؟ 6 ريال. 6 ريال الكيلو تبان يقول 6 ريال، الكيلو التبان يقول 6 ريال. مال وين؟ دوحة. مال الدوحة. التنعد مال وين التنعد؟ دوحة. بكم؟ كم؟ 16 ريال التنعد، على 16 ريال للتنعد. تجي معي بعد البتح على كم عندك؟ 15 ريال. 15 ريال للبتح يقول 15 ريال. مال وين البتح؟ ها؟ مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة. خلونا مشاهدينا أيضا ننتقل، شكرا شكرا الله يعطيك العافية، ننتقل إلى المحل المجاور لو سمحت شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كم الجش عندك؟ الجش على كم؟ عطني الجش، وين الجش؟ تعال تعال حياك، تعال معي، تعال تعال تعال. الجش على كم الجش؟ الجش على كم؟ عطني الجش. 15. 15. تعال معي، على 15 ريال يقول الجش. الربيب على كم الربيب؟ الربيب على كم؟ 30. الربيب يقول على 30 ريال. الربيب على 30 ريال. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة على 30 ريال. الربيب عندك تبان؟ تبان تبان فيه؟ ما عندك؟ انزين. على كم النعوض؟ على كم النعوض؟ تعال معي، النعوض على كم؟ على كم؟ 4 ريال. 4 ريال للكيلو. 4 قراري على 14 ريال. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة يقول على 14 ريال. مال الدوحة يقول الصمان على كم الصمان؟ جيب الصمان، جيب هذا على كم هذا؟ الصمان 23. 23 ريال الصمان يقول. 23 ريال. مال وين؟ هاي مال الدوحة، هاي شيء كبير كبير 25. الكبير يقول على 25. الكبير كم كيلو في هذا الكبير؟ هاي ممكن كيلو ونص. كيلو ونص. كان الكوفر على كم الكوفر؟ 15 ريال يقول الكوفر. الكوفر على 15 ريال. 15 ريال. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة. مال الدوحة. أيضا نتعرف على بعض الأنواع الأخرى اللي موجودة في المحل اللي جنبه، نتعرف أيضا عليها، نتعرف عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. على كم الربيان؟ على كم عندك الربيان؟ الربيان هذا مال وين؟ الكبير 50 ريال. الكبير على 50 ريال. مال وين؟ هذا مال باكستان. باكستاني. باكستاني 50.
الربيان الباكستاني على 50 ريال. الصافي على كم الصافي؟ صافي 35. 35 مال وين الصافي؟ الدوحة. مال الدوحة؟ مال الدوحة. عندك تبان؟ على كم؟ على كم؟ على 10 ريال؟ الحبة على 10 ريال؟ على 10 ريال. طيب أم الربيان أشوف أم الربيان، جيب أم الربيان، جيب أم الربيان، جيب أم الربيان يبا، جيب أم الربيان. على كم هذه؟ كم؟ 70 ريال. هاي مال وين؟ مال دوحة. ما في موت. مال الدوحة؟ مال الدوحة. طيب الربيب عندك ربيب؟ على كم؟ على كم؟ على كم الربيب؟ هاي 30 ريال. 30 ريال. مال وين الربيب؟ مال الدوحة على 30 ريال. يقول لكم ربيب الدوحة على 30 ريال. الهامور على كم؟ الصغير كم؟ صغير 50. مال وين الصغير؟ مال الدوحة. مال الدوحة صغير على 50 ريال. الكبير على كم؟ كبير 45. 45. إذن هذه يعني نبدأ حقيقة عن المحلات اللي بدينا معاها، لكن أيضا في محلات أخرى مشاهدينا. خلونا أيضا نتعرف على نوعيات اللي موجودة. حقيقة اليوم أشوف ما شاء الله الربيان متوفر في السوق. طبعا هو يختلف من يوم إلى آخر، بعض الأيام يكون في بعض الأنواع أكثر بنوعية أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الربيان هذا مال وين يبا؟ هذا مال السعودية. السعودية. على كم هذا؟ هذا 25 ريال. على 25. نعم. 25 ريال. طيب والربيان هذا الثاني اللي جنبه مال وين؟ هذا باكستاني. هذا اكبر منه. هذا على كم هذه؟ 50 ريال يبا. 50 ريال. نعم يبا. 50 ريال. 50 ريال يقول 50 ريال باكستاني. والربيان اللي هناك هذاك مال وين؟ مال البحرين. مال البحرين. الربيان مال البحرين على كم؟ على 40 ريال. يقول الربيان البحريني على 40 ريال. الربيان البحريني على 40 ريال. طيب الخثاق، الخثاق على كم؟ خثاق 30 ريال. هذا 30 ريال. آخره كم؟ آخره آخره كم؟ آخر يعني كم يبون يعني؟ 25 يبون. 25 الخثاق يقول لكم يعطي. سعودي الخثاق. هذا مال سعودي. سعودي. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يقويك. مشاهدينا أيضا تعرف على نوعيات أخرى من الأسماك اللي موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبان على كم؟ على كم؟ ها؟ الحبة بعشر ريال. الحبة بعشر ريال. طيب ما تنزل؟ آخره كم؟ آخره كم؟ آخر 10 ريال. آخر يقول لكم 10 ريال التبان. آخر 10 ريال. طيب والبلطي على كم هذا البلطي؟ بلطي على كم؟ ها؟ على كم هذا البلطي؟ 14 ريال. البلطي على 14 ريال. ما تنزل؟ ما تنزل؟ ريال واحد بس؟ ما عليه. 13 يمشي. يقول 13 ريال يمشي. الشعري الصغير على كم هذا الشعري الصغير؟ الشعري الصغير على 8 ريال. الصغير على 8 ريال. الزبيدي على كم الزبيدي؟ الزبيدي على كم؟ 18 ريال. الزبيدي مال وين هذا الزبيدي؟ مال الدوحة. الزبيدي هذه مال الدوحة يقول لكم، ويقول على 18 ريال. الزبيدي مال الدوحة يقول على 18 ريال للزبيدي. طيب والشعري الكبير على كم الشعري؟ الشعري الكبير كم؟ 12 ريال. الشعري الكبير مال وين الشعري؟ مال وين؟ مال الدوحة يقول. النيسر على كم النيسر؟ 8 ريال. 8 ريال للنيسر. طيب مشكور والله يعطيك العافية. مشاهدينا خلونا ننتقل إلى المحلات الأخرى اللي موجودة في الجانب الآخر، نتعرف أيضا على أنواع الأسماك اللي موجودة عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. على كم عندك الهامور؟ هامور شيء 55 فيه وكبير 40. الصغير على كم تقول؟ 55. 55 للصغير. مال وين؟ مال دوحة. مال الدوحة. والكبير مال وين؟ مال دوحة. وبكم الكبير تقول؟ الكبير على كم؟ 40. طيب الصافي عندك على كم الصافي؟ صافي الشمال. صافي الشمال. هذه صافي الشمال نشوفها مع بعض. هذه صافي الشمال على كم؟ على كم تقول؟ 45. 45 ريال. ما تنزل؟ ما يكون زيادة. هاي 50 60 45. 45 آخر شيء. يقول آخر شيء 45 ريال. يعطي ب 45 ريال. الله يعطيك العافية. الله يبارك لك إن شاء الله. أيضا مشاهدينا تعرف على المحل المجاور. هناك حقيقة محلات كثيرة أيضا اللي يجي للسوق هو له حرية الاختيار، يعني يتنقل بين المحلات، يتعرف على أنواع السمك اللي موجود. البدحة. السلام عليكم. وين راعي المحل؟ السلام عليكم. تعال يبو معي، تعال. حياك معي. حياك. على كم؟ على كم؟ 35 ريال. 35 ريال. 35 ريال اللي طيب. وهذه على كم عندك؟ الربيب على كم؟ اي اي. هذا شنو نوعه هذه؟ بياح. بياح. البياح على كم البياح؟ 65. كم؟ 65. 65 للبياح. مال وين البياح؟ مال الدوحة. البياح مال الدوحة على 65 ريال. ما تنزل؟ 60 ريال. 60 ريال تعطي؟ 60 ريال. يعطي ب 60 ريال. القبقب. القبقب ما سألنا عن القبقب. القبقب كم يبغى القبقب؟ على كم هذا القبقب؟ مال وين؟
القبقب السعودي، القبقب السعودي على كم؟ 10. 10 ريال تعطي؟ 10 ريال للقبقب السعودي، 10 ريال القبقب السعودي. الشنعد على كم عندك الشنعد؟ في 18 هذا. 18 ريال للشنعد؟ يقول عن... ها الكبير خلاص. الكبير خلص ها؟ والصغير، صغير هذا مال وين؟ صغير هذا مال الدوحة. مال الدوحة على كم تقول؟ 18. 18 ريال يقول لكم للشنعد. ايضا مشاهدينا ايضا ممكن ان نشوف بعض المحلات اللي موجوده في الجانب الاخر. حقيقه اليوم انا اشوف الروبيان والقبقب بزياده شوي في السوق، بعض الايام تكون في نوعيات يعني تكون كميات اكبر موجوده. القبقب على كم؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. القبقب مال وين هذا القبقب؟ مال الدوحه. على كم هذا؟ 8 ريال. 8. القرقفان على كم القرقفان؟ 12 ريال لي القرقفان. طيب عندك الناعوض، الناعوض على كم؟ هذا حبة 10 ريال. الحبة ب 10 ريال، الناعوض لكم الحبة ب 10 ريال، الحبة ب 10 ريال. طيب وبعد الشعري الصغير هذا على كم الشعري؟ الصغير هذا على كم؟ 5 ريال. صغير 5 ريال تعطيه؟ آخره كم آخره؟ آخره 5 ريال؟ آخره يقول لكم 5 ريال، آخره يقول 5 ريال. أيضا نتعرف على الأسماك اللي موجودة في هذا الصوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجش، الجش على كم الجش؟ الجش كيلو 13 ريال. 13 ريال الكيلو الجش، يقول على 13 ريال. مال وين الجش؟ مال الدوحة. مال الدوحة. والصافي على كم الصافي؟ الصافي 25. 25 ريال. 25 ريال الصافي. مال وين هذا؟ مال الشمال ولا مال وكرة؟ مال الدوحة. مال الدوحة. مال الدوحة على 25 يقول يعطيكم على 25. إذا مشاهدينا مثل ما أنتم شايفين، أتمنى أنكم أخذتوا فكرة عن نوعية الأسماك اللي موجودة في السوق وأيضا عن الأسعار. ومثل ما نذكر دائما أن دائما في رقابة، البلدية موجودة والأماكن المخصصة لتنظيف الأسماك موجودة، وأيضا اللي يجي للسوق يقدر يعني له حرية الاختيار أنه يتنقل بين المحلات والباعة ويتعرف على نوعية الأسماك اللي موجودة وأيضا يفاصلهم عشان يوصل للسعر اللي يبي. إن شاء الله أن نكون توفق مشاهدينا في هذا النقل من خلال اطلاعكم على نوعية الأسماك اللي موجودة في السوق. بعد هذا النقل نرجع إلى الزميلة أسماء الحمادي في الاستوديو. يعطيك العافية عمر، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية. كفيت ووفيت، خذت جولة نقدر نقول على مختلف المحلات اللي موجودة في سوق السمك وتحديدا في السوق المركزي. طبعا من خلال هذه الجولة اللي ما قصر زميلنا عمر الشمري على تغطيتها في هذا الصباح، لاحظنا وجود عدد من المواطنين والمقيمين المهتمين بشراء الأسماك وغيرها من المنتجات البحرية، إن كانت الربيان وأم الربيان وغيرها من المأكولات اللي يفضلها المواطنين والمقيمين أنها تكون على السفرة في إجازة نهاية الأسبوع كنوع من التغيير عن الأكل المعتاد عليه على مدار الأسبوع. نقولهم عليكم بألف عافية، وإن شاء الله دائما تكون هذه الموائد عامرة من خلال اجتماع الأسرة على مائدة واحدة. أحبتنا من بعد جولتنا الصباحية في سوق السمك ننتقل وياكم إلى استديو في الضحى للتعرف على مجموعة المواضيع اللي راح نتطرق لها في حلقتنا اليوم. بما أن الدولة وعدد من الجهات الكثيرة الموجودة في الدولة تهتم بموضوع التطوع واهتمام هيئة الأمم المتحدة بهذا اليوم وتخصيص اليوم العالمي للتطوع، يهتم مركز قطر للعمل التطوعي بمجموعة من المبادرات وأيضا الأنشطة لتترافق مع هذا اليوم والاحتفاء بيوم التطوع، وخاصة أن التطوع عنصر جدا مهم في المجتمع. راح نتكلم عن هذا الأمر وأيضا نتكلم عن كرنفال التطوع. إضافة إلى ذلك يترافق مع موضوع التطوع موضوع التقدير. من لا يحتاج إلى التقدير؟ جميع أفراد المجتمع يحتاجون إلى التقدير، الصغير منهم والكبير. لذلك راح نتكلم في هذا الموضوع مع أخصائي وأيضا مهتم في هذا الموضوع لإعطاء الرسالة الإيجابية عن موضوع التقدير. أحبتنا مجموعة من المواضيع إضافة إلى تقارير مختلفة راح نطلعكم عليها من خلال مشوار حلقتنا اليوم، وفالكم دائما طيب. نبتدي وياكم الآن جولتنا مع مجموعة من الأخبار الصباحية، إن كانت أخبار محلية وأيضا منوعة. يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، ونبدأ جولة الأخبار الصباحية بهذا الخبر من جريدة الراية القطرية. الكشافة القطرية تنظم تجمعا لفرق المرشدات.
نظمت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية تجمعا تدريبيا لمرحلة الفتيات المرشدات تزامنا مع احتفالات البلاد باليوم الوطني والذي أقيم تحت شعار مرشداتنا شركاء في المسيرة البناء، ويهدف إلى تزويد المشاركات بالعديد من المعارف والمهارات الإرشادية وتنمية شعورهن بالواجب نحو الله ثم الوطن، والتأكيد على المعاني العظيمة التي تتجلى في قلوب أهل قطر احتفالا باليوم الوطني. ولازلنا مع أجواء الاحتفال باليوم الوطني من جريدة العرب القطرية. العميد العيادي، ميدان خاص للخدمة الوطنية بدرب الساعي. أكد العميد الركن محمد مسفر محمد العيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية أن الهيئة سوف تشارك في المسير الوطني في 18 من الشهر الجاري بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني، كما ستشارك الهيئة كذلك في الفعاليات المقامة بدرب الساعي. ومثل ما احنا عارفين احبتنا، وايضا من خلال التغطيات المحليه للصحف المنوعه في دوله قطر، سيتم هنالك اقامه العديد من الفعاليات والانشطه المختلفه في ارض الدرب الساعي الذي سينطلق من 8 ديسمبر من هذا الشهر. ننتقل الى جريده الوطن، وهذا الخبر عن الملعب السابع ل 2022. أعلنت قطر عن موقع الملعب السابع المرشح لاستضافة المباريات خلال نهائيات كأس العالم 2022، ويأتي الإعلان عن الموقع متزامنا مع احتفال قطر بالذكرى الخامسة لفوز ملفها بحق استضافة أول نسخة لكأس العالم في الشرق الأوسط. الملعب السابع الذي سيستضيف المنافسات سيكون في منطقة رأس أبو عبود في الدوحة بمحاذاة المطار. ننتقل إلى خبر آخر من بوابة الشرق، أريدو ولوسيل ينجزان تجارب البنية التحتية لأول مدينة ذكية. أعلنت أريدو عن إتمام تجربة العدادات الذكية بنجاح بالتعاون مع شركة لوسيل للتطوير العقاري، ويدعم وبدعم من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وذلك لإنشاء أول مدينة ذكية صديقة للبيئة بهذا الحجم في المنطقة. ننتقل وياكم أحبتنا من بعد ما تعرفنا على مجموعة من الأخبار المحلية إلى مجموعة من الأخبار المنوعة. نبدأها بهذا الخبر الذي يؤكد أهمية اطلاع الشخص وتعرفه وأيضا حديثه بمختلف اللغات، لأن تعدد اللغات يخفف آثار السكتة الدماغية. يتمكن الأشخاص اللي يتحدثون بأكثر من لغة غير لغتهم الأصلية عن استعادة وظائفهم الإدراكية بواقع الضعف عن اللي يتحدثون لغة واحدة فقط، وذلك بعد الإصابة بالسكتة الدماغية حسب ما أفادت دراسة حديثة. ويقولون من خلال هذه الدراسة أن استخدام عدة لغات يمثل تحدي للمخ، لأنه يصبح من الصعب إيجاد لفظ معين لمعنى واحد بين عدة لغات، ويقوي هذا التحدي المرونة العصبية أو المخزون المعرفي، مما يهيئ المخ للتعامل مع التحديات الجديدة مثل الأمراض. وهذا أكبر دليل أن تعرف الشخص على مجموعة من اللغات وحديثه بهذه اللغات ممكن يكسبه التعرف على العديد من الثقافات المختلفة لهذه الشعوب، وأيضا يساعد على حماية مخه في نفس الوقت. ننتقل وياكم إلى التعرف على فائدة مثل ما نشاهد وياكم من خلال الصورة الموز. والموز عدد كبير من الأشخاص يحبون أنهم يأكلون الموز أو أنهم يشربونه كعصير، لأن الموز يحتوي على بروتين، فبروتين الموز يعالج الإنفلونزا. وفي هذه الفترة مع انتشار الإنفلونزا بشكل كبير ومتوسع في مختلف دول العالم، ممكن تساعد هذه الدراسة في إعطائنا نصيحة، حيث توصلت دراسة جديدة أمريكية إلى أن علاج جديد لعدد من الأمراض الفيروسية باستخدام أحد البروتينات المستخلصة من الموز، يقوم من خلاله الباحثون بتطوير هذه المادة لتثبت التجارب الحيوانية بعد ذلك فعاليتها في علاج الإنفلونزا وفيروس سي، وأيضا هناك احتمال كبير أن تسهم في علاج مرض إيبولا. كما ويؤكد الباحثون من خلال هذه الدراسة، تناول الموز بانتظام مفيد جدا ويعود بفوائد كثيرة على الصحة، حتى تتجنب تعرضك للإنفلونزا، خاصة مع تغير درجات الحرارة من الحرارة المرتفعة إلى درجات الحرارة المنخفضة، ركز على تناول الموز. الآن نتكلم وياكم في آخر خبر ويانا في جولة الأخبار عن أهمية التبرع بالدم.
لأن التبرع بالدم بانتظام يطيل العمر. أعلن العلماء اللي أن الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بصورة دورية منتظمة يعيشون أطول من الذين يتبرعون به مرة واحدة أو مرتين في حياتهم. يفترض الخبراء أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى أن المتبرعين بالدم بصورة دورية تعودوا على فقدان الدم، وهذا يزيد من احتمال تمكنهم من العيش في الظروف الطارئة. كما أن التبرع بالدم مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الحديد في دمهم، ولا ننسى أن التبرع بالدم ممكن يكسب أشخاص أكثر في هذه الحياة، أي يعطيهم الحياة، وفي نفس الوقت ممكن أنت نفسك المتبرع بالدم تكسب الأجر. انتهينا وياكم من جولة الأخبار المحلية وأيضا العالمية. بعد الفاصل إن شاء الله راح نتكلم وياكم عن اليوم العالمي للتطوع ودور مركز قطر للعمل التطوعي في إقامة واحتضان العديد من المبادرات وأيضا الفعاليات المختلفة المترافقة مع هذا اليوم. أما الآن راح نترككم مع تقرير مع افتتاح ورعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بانطلاق الدورة 26 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب الذي بدأ بالأمس ويستمر حتى 12 من هذا الشهر، يحتوي على العديد من الأقسام والأجنحة المهتمة بتقديم الكتب المختلفة بمختلف مجالاتها. هذا المعرض يقام أيضا تزامنا مع مبدأ الثقافة الذي يعتبر من أساسيات رؤية قطر لعام 2030. خلونا وياكم نشاهد التقرير أحبتنا ونرجع نتواصل وياكم بعد الفاصل. هي النسخة 26 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب والمقامة فعاليتها في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. نسخة هذا العام جاءت بحسب المنظمين أكثر تميزا من حيث عدد دور النشر المشاركة والعناوين الجديدة، وهي ربما تكون رسالة مفادها أن المعرض يعتبر الحدث الأكبر والوحيد إذ يستطيع فيه الزائر الاستمتاع بالحصول على الكتب المفضلة. هذه السنة يشارك أكثر من 427 دار نشر مشاركة بعدد أجنحة تضم حوالي ثلاث قاعات كبرى في أرض المعارض. هناك أكثر من 22 ألف عنوان متواجد في المعرض، بزيادة حقيقة كبيرة عن الدورة الماضية اللي هي الدورة اليوبيل الفضي. نحن 16 دار نشر نشترك مع وزارة الثقافة التركية بمعرض كتب القطر الدولي. طبعا نشكر دولة القطر على حسن ضيافته لنا. خير جليس في الزمان كتابه، هي جملة ربما يجمع عليها الكثيرون ممن جربوا حلاوة المطالعة واختاروا الكتابة أنيسا لهم. كتاب مهم جدا، احنا نعود أطفالنا من صغار هم يتكلمون في ثقافة معينة، لابد أن يستمدون ثقافتهم من هذه الكتب، من هذه المناهل العظيمة والثرية واللي تخدم الجيل والأجيال القادمة إن شاء الله. لنجعل للكتب موسما يعني أو مجالا للفسحة والنزهة الفكرية والروحية، كما أن الناس يذهبون إلى المولات ويتسوقون ويشترون، فأيضا الكتاب لابد أن يكون له من هذا الحظ في هذه المعارض وفي هذه المواسم. على مدار 10 أيام كاملة سيكون فيها الزائر المحب للقراءة مع معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي فتح أبوابه ليتنفس فيه الرواد أدبا ثقافة ومعرفة تقدمها أكثر من 400 دار نشر جاءت من داخل الدولة وخارجها. يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، ويسعد لنا صباح كل المبتسمين اللي يشاهدونا حاليا من خلال شاشة تلفزيون قطر. من خلال برنامج في الضحى نسعى دائما من خلال جهودنا الفردية وأيضا من خلال طاقم العمل أن نقدم لكم كل الأحداث والفعاليات التي تقام في الدولة. حاليا في هذه الأيام يقام كرنفال التطوع على مدى يومين من الأمس وأيضا اليوم في جامعة قطر احتفالا باليوم العالمي للتطوع.
إضافة إلى اهتمام مركز قطر للعمل التطوعي بهذا اليوم الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام بعد إقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا اليوم لأهمية التطوع بشكل كبير لكل أفراد المجتمع. خلونا وياكم نتعرف أكثر عن اهتمام وأيضا دور مركز قطر للعمل التطوعي في هذا اليوم مع أمين السر العام لمركز قطر التطوعي السيد ناصر المالكي. حياك الله ويانا. الله يحييك سلمت. يا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ ناصر. ولو بنتكلم عن التطوع يمكن راح يكون في ارتباط كبير بهذه الجملة وأهمية المتطوع في كل مجالات الحياة. يوم للتطوع، هل لابد أن يكون هنالك يوم للتطوع أو على مدار السنة نعتبر كل أيام السنة هي مجال وبيئة مناسبة للتطوع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكركم على الاستضافة الطيبة بخصوص اليوم العالمي للتطوع. أنت في البداية بداية الحلقة تكلمتي عن الأم وعن نعم. دور الأم. أعتقد أن اليوم العالمي للتطوع بالنسبة لي وهذا رأي شخصي مثل يوم الأم بالنسبة لنا إحنا كمسلمين أو كعرب. يمكن ما أنا ما أعرف تاريخ يوم الأم لأن كل أيامي للأم. فالتطوع نفس الشيء. أنا صراحة يعني تحديد يوم للتطوع هو شيء جميل أكيد. لكن إحنا كل أيامنا تطوع، إحنا كمسلمين وكعرب وكأهل قطر بالذات يعني معروفين بألا دنفع يعني من النفع العام والمتبادل. لكن في العام 1985 أقرت هيئة الأمم المتحدة إقرار يوم للتطوع، والقصد منه اللي هو 5 ديسمبر. نعم. القصد منه شكر المتطوعين، نشكرهم على الأعمال اللي قاموا فيها طوال العام. كان له عنوان اللي هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كل دول العالم تقريبا تحتفل بهذا اليوم، وإحنا في قطر كذلك نحتفل، ولكن في مركز قطر نحتفل بطريقتنا بمشاركة الآخرين. طيب، من خلال مركز قطر للعمل التطوعي في الآونة الأخيرة في مبادرة جدا جميلة ونثني عليها أستاذ ناصر من خلال احتضانكم للعديد من المبادرات تحت مظلة مركز قطر للعمل التطوعي، ما أهمية هذه الخطوة من المركز؟ نعم، صراحة احنا يعني في الخطة الجديدة نسعى أن نكون احنا المظلة الرسمية لمعظم أو إذا نتمنى نكون لكل لمعظم المبادرات الشبابية في الدولة. فلذلك حطينا معايير لاستقطاب المبادرات، حطينا شروط، وضعنا يعني خلنا نقول حتى دورات تدريبية أن المبادرات هذه تنضم لمركز قطر. والحمد لله بفضل الله حاليا عندنا 8 مبادرات شبابية. جميل. ونسعى إن شاء الله في نهاية 2016 تكون 20 مبادرة تطوعية شبابية في مجالات مختلفة من مجالات التطوع. نعم. السبب اللي خلاني أذكر موضوع المبادرات أستاذ ناصر، لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة هذه المبادرات وأيضا محاولتها لتسويق أنفسها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة. هل هذا دليل أن أصبح هنالك وعي بموضوع التطوع في المجتمع القطري؟ أكيد. نعم. أكيد أكيد، وهذا الشيء بالعكس شيء إحنا يساعدنا في مركز قطر. نحاول ونسعى في مركز قطر أن نكون جهة خلنا نقول تشريعية وليست تنفيذية. نعم. نخلي الشباب هم اللي ينفذون أفكارهم، هم اللي ينفذون مشاريعهم، وأعتقد أن هذا دورنا الصحيح. نعم. أن ما نكون إحنا الجهة التنفيذية، إحنا اللي نفرض على الشباب نوعية الفعاليات أو نوعية المشاركات. فنطلق لهم العنان، نساعدهم، ندعمهم ماديا، نفسيا، معنويا، من ناحية التدريب، من ناحية غيره، وهم اللي ينطلقون. نعم. كرنفال التطوع اللي حاليا أستاذ ناصر موجود أو تم إقامته في جامعة قطر، لو في مجال أن احنا نتعرف عليه أكثر. والله هو قاموه جامعة قطر مشكورين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، يمكن سبقوها بيومين. نعم. طبعا ظروفهم أكيد ظروف الدراسة وغيرها وظروف إجازة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن اختبارات بعد عنده أتوقع يعني. نعم. أن اختبارات، فلذلك قدموه يومين. كان فيه مشاركة من عدد من الجهات في الدولة، الجهات التطوعية، ومن ضمنها مركز قطر. شاركنا بتعريف مركز قطر، تعريف مبادرات مركز قطر وطريقة الانضمام للمبادرات. نعم. في أمر جدا جميل راح ينطلق مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر، راح يكون في جواز، هالجواز مش للسفر طبعا، راح يكون جواز التطوع. أستاذ ناصر نتعرف عليه أكثر. الحمد لله بفضل من الله لجنة احتفالات اليوم الوطني تقدمنا لهم تقريبا 4 مشاريع.
قبلوا مشروعين منهم الحمد لله، اللي من ضمنهم جواز التطوع، والمشروع الثاني هو العشاء اليومي لفئة من فئات المجتمع. جواز التطوع باختصار هو نحاول نشر ثقافة التطوع بصورة مبسطة، صورة سهلة وتكون تفاعلية مع الجمهور. يقدر أي زائر من زوار درب الساعي أنه يتوجه لجناح قطر التطوعي في خيمة الدوحة، نستخرج له جواز، ويقدر من خلال هذا الجواز أنه يتوجه إلى 7 جهات موجودة أو 7 فعاليات داخل درب الساعي، ويتطوع عندهم لمدة خلنا نقول نص ساعة ساعة، طبعا بالتنسيق. بس هو المطلوب 5 ساعات تقريبا حتى يستكمل. هو إذا أساس يأخذ يعني جائزة تقديرية أو نعم. شيء إنه يتطوع 5 جهات. راح يكون نوعا ما كنوع من المنافسة بين المتطوعين. هي تقديرية ورمزية يعني نعم. للتطوع، الهدف منها نشر ثقافة، يعني الواحد يقدر هو وزوجته هو وعياله يجون يستخرجون الجوازات ويلفون على الأجنحة اللي موجودة ويتطوعون فيها. نعم. هل في فئات عمرية محددينها لمن يحصل على هذا الجواز، أو ممكن يكون شخص كبير في السن طفل يكون مشارك؟ هل في شروط معينة؟ والله خلنا نقول ما في شروط معينة. نعم. الجواز هذا احنا نتمنى انه يكون تذكار من مركز قطر لكل زوار درب الساعي. يمكن الفترة الصباحية بتكون لطلاب المدارس نعم. موجهة أكثر، والفترة المسائية للعامة إن شاء الله. نعم. نتكلم عن طبيعة مشاركتكم هذه السنة في درب الساعي، راح يكون لكم جناح نعم. من خلال وجودكم في أرض درب الساعي، لو ناخذ فكرة عن الفعاليات أو الأنشطة اللي راح تقومون فيها. الحمد لله، طبعا هذه السنة الأولى اللي احنا نشارك فيها في درب الساعي. مثل ما قلنا احنا راح تكون فعاليتنا الرئيسية اللي هي جواز التطوع، بالإضافة قلنا اللي هو العشاء اليومي لفئة من فئات المجتمع، خلنا نقول الفنانين الشعراء غيره. ما هو الهدف من إقامة هذا العشاء؟ تكريم لهم والاحتفاء بهالمناسبة هذه. نعم. هل في مشاريع قادمة يعني ما شاء الله من خلال مركز قطر للعمل التطوعي نقدر نعتبره خلية، خلية نحل ما شاء الله، من خلال الفعاليات، من خلال الأنشطة، من خلال وجود مجموعة كبيرة من المتطوعين في مختلف المجالات، ما هي مشاريعكم القادمة؟ كنت عندنا قبل كم يوم، كنت موجودة عندكم ولاحظت الحركة الجميلة والإيجابية في نفس الوقت. فضل من الله، يعني الحمد لله المركز عامر بالشباب ما شاء الله بشكل يومي، اجتماعات المبادرات وغيره، لكن خلنا نقول فيه أشياء حصرية خلنا نقول لكم أنتم، هذا اللي نتمنى راح نطلقها اليوم بإذن الله. في 1/1/2016 تنطلق خطتنا الجديدة، خلنا نقول نعلن عن 3 مشاريع بإذن الله تنطلق في 1/1/2016. المشروع الأول اللي هو التطوع عن بعد، وهو خلنا نقول فيه ربات من بيوت، فيه ناس معاقين، فيه ناس متقاعدين عندهم أفكار وحابين يشاركون في التطوع لكن ما يقدرون يطلعون برا البيت. فخلنا نقول مثلا مصمم جرافيك أو مترجم أو غيره هو قاعد في البيت، إحنا نبعث له النص وهو يرد علينا. جميل. وهو في بيته وهو في مكانه. فهذا المشروع الأول. مشروعنا الثاني اللي هو الباقات التطوعية، اسمها 25 ساعة تطوع، خاص أو موجه لطلاب الثانوية. الحمد لله صار فيه اتفاقيات مع عدد من جهات الدولة أنهم يخصصون عدد من الفرص الوظيفية التطوعية، يكون كموظف لكنه متطوع، يأخذ خبرة، يأخذ خلنا نقول احتكاك بالجو العمل. هذولا احنا نتأمل أن نوفر 100 فرصة تطوعية في هالمجال. مشروعنا الثالث اللي هو بنك الأفكار التطوعية. يمكن نقول شيء قبل الهواء، كنت تتكلمين إنه ما عندنا وقت. نعم. هذا موجه، هذا يمكن يكون عذر الجميع، هذا موجه عذر، نقدر نقول هذه طبيعة الحياة أو روتين الحياة. نعم. الانشغال. هذا البرنامج موجه للناس اللي ما عندهم وقت. نعم، يعني مثلك عنده أفكار تطوعية وخيرية. نعم. وده ينفذها لكن ما عنده وقت، ما عنده حد يساعده، خلنا نقول احنا نقول له عطنا أفكارك وإحنا ندرسها ونشوف إمكانية تطبيقها، طبعا من خلال الموقع الإلكتروني نشوف إمكانية تطبيقها ونجيب الناس اللي يطبقونها بالتعاون معه.
جميل، هذه ثلاثة أفكار مبدعة خلاقة في نفس الوقت راح تساهم بشكل متوسع أن هي تجذب الأشخاص اللي حابين أنهم يتطوعون. إذا ما كان عندهم الوسيلة للتطوع راح توصلون لهم، وفي نفس الوقت إذا ما كان عندهم الطريقة التسويقية لهذا فكرة التطوع راح يتم تسويقها من خلالكم أو إظهارها على أرض الواقع. صحيح. جميل هذه الأفكار أستاذ ناصر، لكن في أمر آخر الكل يسأل عنه. من خلال زيارتي لكم في مركز قطر للعمل التطوعي تواصل معي مجموعة من الأشخاص كانوا حابين أن هم يشاركون كمتطوعين مع المركز. حابين نحن نتعرف على الوسيلة، لكن راح نترك الإجابة من بعد ما ننتقل لزميلنا حمد السلام اللي موجود حاليا في فندق الشعلة في فعالية أيضا تترافق مع اليوم العالمي للتطوع، راح نتعرف عليها أكثر من خلال هذا النقل. يسعد لنا صباحك أخوي حمد. صباح الخير بالخير زميلتي اسماء، صباح الخير على ضيوفك على مشاهدين برنامج في الضحى. مثل ما ذكرتي اليوم احنا متواجدين في فندق الشعلة لتغطية فعالية اليوم العالمي للتطوع اللي منظمتها مدرسة روضة بنت عبد المطلب الابتدائية المستقلة للبنات، ومعانا الدكتور أنور السعيد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اختصاصي برنامج التعليم واستشاري التعليم لدى الدول العربية في الخليج واليمن للحديث عن أكثر هذا الموضوع. صباحك الله بالخير دكتورين. صباح الخير، شكرا جزيلا. شكرا. دكتور في البداية حدثنا أكثر عن هذه الفعالية اللي منظمتها مدرسة روضة بنت عبد المطلب الابتدائية. شكرا جزيلا. الحقيقة هذه إحدى الفعاليات اللي بتمثل أنشطة اللي اعتمدتها المدرسة، وهذه الأنشطة جميعها تصب في جودة التعليم وتجويد التعليم وتزويد طالبات المدرسة بالمهارات المختلفة، فهذا واحد من الأنشطة الذي يصب في العمل التطوعي. فجميع الأنشطة الداخلية في هذه الفعالية هي مرتبطة بالعمل التطوعي الذي تدربت الطالبات عليه. جميل جدا. طيب دكتور احنا استغربنا ان هذا العمل التطوعي وهذه الفعالية صايرة في مدرسة ابتدائية، يعني نعرف ان يبتدون التطوع من الإعدادية والثانوية. من متى بدأ هذا البرنامج في المدرسة الابتدائية وشنو الأنشطة اللي تضمنها هذه المدرسة العمل التطوعي؟ هذا السؤال جيد جدا جدا جدا. العمل التطوعي في الحقيقة هو عمل بدأ حديثا في كثير من المناطق، ولكن تنشئة النشأ منذ سن مبكر على حب العمل التطوعي هذا الأهم. هذه الفئة من الطالبات يمارس العمل التطوعي الآن برغبة، وبالتالي عندما يصبحوا في سن النضج سيكون لديهم الرغبة في تقديم الخدمات التطوعية دون ما رهبة، وبالتالي هذا النشاط جاء بالوقت الصحيح حقيقة لأنه في سن مبكر، وهذا المهم جدا. الأنشطة المختلفة التي قامت بها الفتيات فيها برنامج تعليمي، فيها برنامج بيئي، فيها برنامج إعلامي، فيها برنامج إنساني، والبرنامج الأخير حقيقة هم تجاوزوا حدود قطر فوصلوا للاجئين في السوريين ووصلوا إلى البحرين في تقديم عمل تطوعي، وهذا شيء يعتبر إنجاز لهذه الفئة من الطالبات، وطبعا بالتعاون مع قطر الخيرية والتعاون مع روتا، وهذا مهم جدا. إنجاز كبير يكتب لدولة قطر تحت أسماء هذول الأطفال من المدارس الابتدائية خاصة. دكتور لو تكلمنا عن الهدف من هذه من العمل التطوعي في المدرسة الابتدائية. جيد. الهدف الأساسي هو غرس قيم حب المساعدة، غرس قيم الخدمة في شخصية النشأ منذ سن مبكرة، وهذا مهم لأن بالنهاية ستكون القضية سهلة جدا، لأن العمل التطوعي والمساعدة ستصبح جزء من السلوك، جزء من السلوك الطبيعي، ليس بحاجة لتدريب ليصبح الشخص متطوع، وإنما سيكون جزء من شخصية الفرد نفسه، وهذا أهم شيء في الموضوع، وهذا اللي إحنا حقيقة في اليونسكو بنشجع عليه، تنشئة الطفل منذ سن مبكرة على قيم العمل الإنساني والعمل التطوعي. جميل جدا، يعطيك ألف عافية دكتور. خلني أشوف الحين أنا البنات في أي المجالات يشتغلون. شكرا جزيلا، تفضل. يعطيك ألف عافية. في البداية نتعرف عليك. هيا حمد. علي صوت شوي. هيا حمد في أي مجال أنت اشتغلتي؟ الإنساني. وشنو سويت في المجال الإنساني؟ قمنا بزيارة دار الأيتام الدريمة،
قمنا بإرسال معاونات تحت بند التغذية والتدفئة إلى الحدود السورية. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. نتعرف عليك. مي صالح. مي في أي مجال اشتغلتي؟ في إديوكيشنال فايلد. هذه أول سنة تشتغلين في هالمجال؟ شنو استفدتي انت؟ شنو اشتغلتي انت بهالمجال؟ We adopted Malala's project for education. So we decided to send educational books and learning resources to other schools in other countries. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. ناخذ بعد بنت من الطلاب من المدرسة. في أي مجال اشتغلتي؟ أول شيء نتعرف عليك. العنود سعود. في أي مجال اشتغلت يا عنود؟ المجال التعليمي. شنو سويت في هالمجال؟ تبنينا مشروع ملالا للتعليم. قررنا إرسال كتب ومصادر تعليمية للمدارس بالدول الأخرى، وقد نالت الإعجاب والشكر من الجميع. ما شاء الله عليك، يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية. نتعرف عليك. أسمى حمد. أسمى، في أي مجال اشتغلت أنت؟ في المجال الإعلامي. هذه أول سنة لك في المجال الإعلامي؟ نعم. يعني بتصيرين زميلة لنا إحنا في الإعلام إن شاء الله؟ إن شاء الله. شنو سويتي في المجال الإعلامي؟ قمنا بعرض بعض الصور على برامج الفيسبوك وتويتر لكي تساعد بعض الأشخاص على التطوع. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. ناخذ آخر بنت معانا، تعرف عليك. عائشة سعد. عائشة، في أي مجال أنت اشتغلتي؟ مجال البيئي. وشنو تعلمتي أو شنو سويتي في هالمجال؟ نجمع الأوراق الغير مستخدمة والأغطية والقصص والكتب والأشكال الهندسية ونرسلها لمصنع السويدي لإعادة تدويرها، وتم التواصل مع بلدية الزراعة المنطقة الأمامية للمدرسة. ما شاء الله عليك، يعطيك ألف ألف عافية. مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين، هذا كل اللي كان عندنا من فندق الشعلة لتغطية فعالية اليوم التطوع العالمي من مدرسة ابتدائية مدرسة روضة بنت عبد المطلب المستقلة للبنات. الله يعطيهم ألف عافية على الجهد الكبير اللي قاعدين يسوونه. هذا كل اللي عندي، ونرجع للزميلة في الاستديو. يعطيك العافية حمد، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية. لاحظنا وياكم اختيار هالبنات الحلوين اللي تكلموا بكل ثقة بالنفس. هذا دليل أن التطوع يعطي كل متطوع أهمية أنه يكون ذو شخصية، وفي نفس الوقت ممكن يحقق ذاته. إحدى الفتيات المشاركات كانت مهتمة بالإعلام، والثانية مهتمة بالبيئة وغيرها من الأمور. التطوع جدا مهم أستاذ ناصر، لذلك في مجموعة كبيرة من الأشخاص ودهم أنهم يكونون فرد من أفراد المتطوعين. كيفية التسجيل؟ أول شيء شرفنا انضمام الكل. نعم. التسجيل طبعا عن طريق الموقع الإلكتروني أو حتى بالاتصال الشخصي، لكن هو لابد أنه يرجع للموقع الإلكتروني، ويريد تعرضون الموقع الإلكتروني. حاليا راح نعرض وياكم أحبتنا في أسفل الشاشة الموقع الإلكتروني اللي بالإمكان أنهم يتواصلون من خلاله. نعم. سواء حاب ينضم كمتطوع لأي فعالية أو ينضم لإحدى المبادرات التابعة لمركز قطر التطوع. نعم. بما أن حضرتك أستاذ ناصر ذكرت المبادرات، في مبادرات جدا جميلة. على ذكر هذه المبادرات، طبعا أخص بالذكر عدسة شبابية وعبد العزيز حمدان، أتوجه له بالشكر الجزيل على التنسيق، على الاهتمام، على المبادرة، وعلى تشجيع لأفراد فريق اللي موجودين معاه من خلال هذه المبادرة، إضافة إلى مبادرات أخرى ودنا نحن نتعرف عليها أكثر، واهتمام مركز قطر للعمل التطوعي باحتضان هذه المبادرة. يستاهل الشكر عبد العزيز. وكذلك أوجه الشكر للمدرسة اللي قامت بهالمبادرة الطيبة. اللي صحيح هذا نشر ثقافة التطوع في يعني بلا مقابل في النشأ، خصوصا النشأ اللي هم إن شاء الله قادة المستقبل. أكيد. بالنسبة لمبادرات قطر التطوعي، مثل ما ذكرنا إحنا عندنا 8 مبادرات تطوعية. خلنا نقول مبادرتين هم أصلا من مشاريع المركز، فخلنا نتكلم عن 6 مبادرات. نعم. مبادرتين اللي هم المتطوع الصغير ولمسات حانية، هذولا مشاريع المركز. نعم. لكن عندنا مبادرة عدسة شبابية، مجموعة من الشباب من هواة التصوير. نعم. اجتمعوا وكونوا فريق، في منهم المصور، في منهم المخرج، في منهم الكاتب، فيقيمون يعني أو يعملون أفلام توعوية قصيرة تفيد المجتمع. هذا باختصار عدسة الشبابية. عندنا مبادرة فرحة، وهي تهتم بأطفال السرطان. نعم. الدعم النفسي لأطفال السرطان أكثر من أو لأسر أطفال السرطان أكثر من التوعية، يعني حتى تكلمنا في الأخير أنهم حابين يدخلون في مجال التوعية، فقلنا لهم خلكم. وهذه تعتبر من المبادرات الجديدة اللي انطلقت قبل كم شهر. صحيح. نعم. صحيح. وعندنا مبادرة مد ليدك، وهي مبادرة صيانة أو ترميم منازل الأسر. نعم. المتعففة، ما شاء الله بأيديهم المتطوعين والمتطوعات هم اللي يرممون المنازل طبعا بإشراف مهندسين. نعم. وعندنا مبادرة
عطاء بلا حدود، واحدة من المبادرات الجميلة في المركز اللي هي خلنا نقول عكس الدور، بدل ما احنا نروح نتطوع لصالح ذوي الإعاقة، ذوي الإعاقة هم اللي يتطوعون لصالحنا خلنا نتكلم. وعندنا المبادرة الأخيرة اللي هي مبادرة رؤية الشبابية، وهي خليط من الصحة والبيئة وتنمية الذات. رؤيتهم أن يشوفون مواطن عربي مهتم بثقافته وتقاليده. نعم، جميلة هذه المبادرات، ودي أن كل مشاهدينا يتعرفون عليها أكثر من خلال موقع مركز قطر للعمل التطوعي، إن كان على تويتر وأيضا من خلال إنستغرام ومن خلال موقعهم الإلكتروني، لأن هذه المبادرات على مدار العام عندهم مجموعة من الأنشطة والفعاليات اللي تخدم المجتمع وتخدم الفئة اللي محتاجة هذا الخدمة اللي تقدمها المبادرات المختلفة اللي يحتضنها مركز قطر للعمل التطوعي. أستاذ ناصر المالكي، أمين السر العام لمركز قطر للعمل التطوعي، أولا نقول لكم يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على كل الجهود اللي تقدمونها من خلال احتضان هذه المبادرات، من خلال الفعاليات المقامة، وإحنا على مدار السنة دائما نكون جنبا إلى جنب معاكم من خلال فعالياتكم وأنشطتكم المختلفة. شكرا جزيلا. خير. ما قصرت على الاستضافة. الله يحفظك. أحبتنا، من بعد ما تعرفنا وياكم عن اليوم العالمي للتطوع وأيضا جهود مركز قطر للعمل التطوعي، راح نشاهد وياكم من خلال هذا التقرير عن المؤتمر الصحفي لمعرض الساعات والمجوهرات، ومن بعده راح يكون عندنا حديث لمفهوم التقدير وأهمية هذا المفهوم من خلال أفراد المجتمع وتعاملهم مع بعضهم البعض وتقديرهم لذاتهم. انتظرونا. يعتبر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مثالاً جديراً بالإعجاب للنجاح القطري. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم للإعلان عن الدورة الجديدة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 الذي تقرر إقامته في الفترة من 23 إلى 27 فبراير القادم. ولعل خير مؤشر على نجاح هذا المعرض هو قدرته على استقطاب ألمع الأسماء في عالم المجوهرات والساعات عام بعد عام، بل وإضافة أسماء جديدة إلى قائمة العارضين، ومما لا شك فيه أن المكان التي باتت تشغلها دولة قطر تتيح لها الاهتمام بالصناعة الفاخرة وتقديرها حق تقدير. سيقدم المعرض للمرة الأولى منذ إنشائه ورش عمل المجوهرات والساعات للهواة والمصممين للتعلم من الخبراء كيفية تصنيع تصاميمهم الخاصة، كما سيوفر ندوات تثقيفية عن المجوهرات والساعات طوال الأسبوع، بحيث يتمكن المشارك من تمييز جودة القطع بدقة أكبر. وإلى جانب ذلك سيتم توفير تقييم فوري ومجاني للأحجار الكريمة من معهد علوم المجوهرات الدولي للزوار للتحقق من جودة أحجارهم. سيتم استضافة فعالية معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لعام 2016 لأول مرة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي تم افتتاحه مؤخراً، حيث تشكل مساحته الكبيرة وتصميمه الفريد بالإضافة إلى موقعه المتميز أهمية كبيرة لجذب الزوار للمعرض، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات العديدة المقدمة للزوار والعارضين على حد سواء. صباح التقدير وصباح تقدير كل شخص مشاهد لنا في هذه الأثناء لنفسه، لمن حوله، لكل أفراد المجتمع. أهمية التقدير وهذا المفهوم الذي نحاول من خلال هذه الفقرة تعزيزه عند كل فرد يشاهدنا. خلونا نتكلم عن مفهوم التقدير، أهميته وأهمية وجود هذا الأمر في حياتنا. نرحب وياكم بالأستاذ مسعد الحجاجي، استشاري تنمية بشرية. حياك الله أستاذ مسعد. يا مرحبا، وشاكركم الاستضافة وحياكم الله إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك. وأيضا من تقدير واهتمام برنامج في الضحى بأهمية التقدير في الحياة، ودنا نتكلم عن هذا المفهوم. ماذا نقصد بالتقدير؟ إحنا قبل أن نتكلم عن ماذا نقصد بالتقدير، نقول متى بدأ التقدير. نعم. لهذا الإنسان؟ هل له بداية؟ له بداية، نعم. كانت بداية التقدير من وجهة نظري أنه عندما الله سبحانه وتعالى قرر أن يخلق هذا الإنسان فأعطاه مجموعة من التقديرات لم يحصل عليها مخلوق آخر. نعم. عندما خلقه بيده هذا تقدير، نفخ فيه الروح بنفسه هذا تقدير،
علمه بنفسه أيضا تقدير، أن يأمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان أيضا تقدير لهذا الإنسان، فالتقدير وجد مع وجود الإنسان. نعم. وبالتالي الإنسان بالفطرة لابد أن يكون عنده شعور بالتقدير، فإحنا أما ننمي التقدير أو لا ننميه. كل شخص يكون عنده شعور بالتقدير الذاتي. نعم. نعم بالفطرة. نعم. فنصل إلى أن احنا يمكن أن نعرف هذا التقدير هو الصورة سواء إيجابية أو سلبية التي يرى فيها الإنسان نفسه أو يراه عليها الآخرون. هذا معناه كل شخص بالطريقة اللي ممكن أن هو يرسمها في باله لنفسه، إن كان شخص إيجابي في هذه الحياة أو سلبي. طيب بشون ممكن أن احنا نعزز هذا التفكير؟ ودنا يكون تعزيز التقدير الذاتي أو الإيجابي بشكل أكبر من السلبي، كيف يمكن تعزيز هذا التقدير؟ تعزيز التقدير الذاتي يبدأ من الطفولة، من تعزيز الأسرة، من تقديرها لهذا الطفل. نعم. لهذا المولود، وهذه محتاج إلى خطوات بسيطة يجب أن يمارسها الأب والأم والأسرة بشكل عام، ومن هم أكبر من هذا المولود أو من هذا الطفل مع هذا الطفل. هذه النقاط قد تكون أولا في عدم مقارنته بالآخرين، لا تقارن الطفل بطفل آخر سواء من الأقرباء أو من غير الأقرباء، ولكن أعطيه أمثلة. نعم. أيضا لا تحرمه من تحمل المسؤولية الطوعية، قد يأتي الطفل عمره 2، 3، 4 يحاول أن يساعد في أي عمل، أعطيه الفرصة، إن استطاع فبها وإن لم يستطع ما أجبره. كمرحلة أولى هو يقدم المساعدة فأشجعه عليها. نعم. لا أجبره أنا كطلب تعال اعمل افعل، ولكن أنميها داخليا لديه، عندما يتقدم للمساعدة أدفعه إليها. نعم. كذلك عندما أنمي في هذا سأجد أن هذا ينعكس عليه اجتماعيا، سأجده يختلط مع أقرانه، يختلط مع الآخرين، يكون أكثر إقبالا على حتى على التعليم في مرحلة متقدمة، عندما يأتي المدرس أو يأتي الأستاذ ويقدر الطالب سيجد أن الطالب يمتاز بعدة صفات، أن تقدير الطالب الأسري ثم المدرسي لهذا الطالب يصل به إلى مرحلة أنه محب لمعلميه. نعم. لإدارته، ملتزم بالنظام، قادر على الابتكار، يصل به إلى القناعة بأنه قادر على تقديم شيء. نعم. إذن هذا التقدير اللي يكون من خلال تعزيز الوالدين للطفل بحيث أنه يكون عنده تقدير لذاته، ننتقل إلى المرحلة الأكبر سنا. نعم. لو نتكلم عن الشخص اللي تعدى مرحلة المراهقة وأصبح هو اللي يعتمد على نفسه وللأسف معدومة عنده الثقة بنفسه والتقدير الذاتي لنفسه، ممكن يقدم تنازلات على حساب نفسه، وفي نفس الوقت دائما يتلفظ بالعبارات السلبية اللي تعزز عنده أنه هو شخص غير مقدر في المجتمع، دائما يقول أنا مظلوم، يعني أنا غير سعيد الحظ، أمور كثيرة أو عبارات سلبية ممكن يستخدمها، شو ممكن نغير تفكيره؟ طبعا وصول هذا الشخص لهذه المرحلة هذا يعود على المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الأسرة والمدرسة ثم انتقال إلى المرحلة. نعم. فهو لم تنمى لديه مرحلة التقدير منذ البداية، ولكن هو وصل لهذه المرحلة هنالك عدة خطوات لنعيد تقديره لذاته. أولا. نعم. أولا عليه أن يعلم أنه قادر، ينظر إلى نفسه بين فترة وأخرى، يضع جدول زمني لإنجازاته، يجب أن لا يرمي بالأخطاء على نفسه أو يعتذر عن كل الأخطاء حتى لو لم يكن مشارك فيها. يبتعد عن جلد الذات. يبتعد عن جلد الذات. أيضا عليه أن يساهم بقول رأيه، بمعنى لا تكن سلبي في الأمور، لا تكن سلبيا، لا تبتعد عن المواجهة، يجب أن تواجه، وهذا يحتاج إلى أن يطور من نفسه ويقرأ كثيرا ويحصل على مفردات كثيرة، وأن لا يظل ينظر للآخرين على أنهم أفضل منا وينجزون الأعمال بصورة أكفأ منا، لأنه نعم. دائما نظرته لذاته ستصبح دونية أكثر. نعم. تقدير الموظف، هذا الأمر اللي نسمعه دائما وبشكل عام في الجلسات ومن خلال لقاء الأصدقاء، البعض يردد عبارة أنا
أنا ما أشعر بالتقدير في جهة عملي على سبيل المثال، ما أسمع كلمات الشكر والثناء كتقدير لعملي من مسؤولي بالعمل. فموضوع التقدير في العمل هل يعتمد على العبارات؟ هل يعتمد على التقدير المادي؟ ما هي الاعتبارات الأساسية اللي من خلالها ينبع التقدير في جهة العمل؟ بالنسبة للتقدير الوظيفي أو تقدير العمل قد يحتمل أكثر من جانب. أولاً التقدير المالي يختلف من وظيفة إلى أخرى، لأنه إذا كان هذا موظف على حسب طبيعة العمل، طبيعة العمل، لأنه قد يكون موظف له راتب محدد، له أمور محددة، لا يستطيع المدير أن يضيف إليه مبالغ مالية تحت أي بند ستضاف. صحيح. ولكن عبارات الشكر والثناء والإجادة لابد أن يتميز بها المدير، وهذه من صفات المدير الناجح أو القائد الإداري المحنك نسميه، أنه يثير الدافعية ويثير الإيجابية بين موظفيه. لابد أن تشكر الجميع، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صحيح. أوكي. فبالتالي لابد حتى لو وجدت موظف ارتكب بعض الأخطاء أو ارتكب خطأ، لا تأتي وتجلده مباشرة، ولكن عليك أن تبدأ معه بالإيجابيات ثم تعطيه ملاحظاتك على عمله السلبي أو على عدم إنجازه، ثم بعد ذلك تختم معه الجلسة أو التوجيه بإيجابيات أيضا، لأن إذا بدأت بالسلبيات سيحبط وسيصدم، وبالتالي قد تصل إلى درجة أنها عقدة لديه. نعم، وممكن يكون في كره لمكان العمل أو لأداء هذه الوظيفة، للإدارة في العمل. نعم. لمديرة، وهذا أيضا ينعكس سلبا على اللي نتمناه من كل مشاهدينا من خلال بعض النقاط اللي ذكرها استشاري التنمية البشرية الأستاذ مسعد الحجاجي. تقدير أولياء الأمور لأبنائهم حتى تتعزز هذه الفكرة العامة عن تقدير الذات عند الأبناء، بحيث أنه يكبر وعنده شخصية، عنده ثقة بالنفس وللذات في ذات الوقت. أيضا تقدير الشخص لنفسه، مش لازم ان احنا ننتظر من الاشخاص انهم يقدروننا، وايضا تقدير المدير او المسؤول في العمل للموظفين. شكرا جزيلا لك استاذ مسعد الحجاجي استشاري تنمية بشرية على هذه النصائح عن تقدير الذات. الله يسلمكم وشاكر لكم الصلاه. شكرا جزيلا لك. احبتنا، بما ان احنا مقبلين على العرس القطري، اليوم القطري، هنالك العديد من المهتمين، من المصممين وايضا المهتمين بالابداع، ان يبدعوا في هذا اليوم من خلال الازياء، من خلال ايضا ابداعات مختلفه من المجوهرات والساعات. من اجل الاحتفال باليوم الوطني ابدعت امينة الانصاري بمجموعه من المجوهرات اللي راح نشاهدها وياكم من خلال هذا التقرير. أمينة الأنصاري، مصممة مجوهرات، بلشت تقريبا من 4 سنوات ونص. حبي للمجوهرات والأشياء اللي تبرز الأنوثة أو تكملها خلاني أدخل مجال الصياغة. أتعامل مع أكثر من بلد لجلب المواد، أطلع أنا شخصيا أنقي الماتيريال، بلس أنه أشرف على الشغل، وكل قطعة تمثل شيء في أمينة الأنصاري. بالنسبة للسيوف جذبني مراحل تصنيع السيف، وعموماً السيف شيء أساسي عندنا، لازم يكون في المجالس، بالذات احنا مقبلين على اليوم الوطني، نستلم اوردرات كبيره، ممكن بعض الشركات تخصص لها سيوف خاصه باللوجو مال الشركه. السيوف عندنا تتراوح اسعارها واحجامها في نفس الوقت، في عندنا الاطفال وفي الوسط وفي السيوف الكبيره، عندنا سيوف فضه وفي ذهب. اما بالنسبه لسيوف الاطفال، في بعض الامهات يطلبون مني نسكر السيف او نلحمه على اساس سيفتي أكثر للطفل. اليوم الوطني السنة أخذ مني جهد كبير، تقريباً 8 أو 10 ساعات كنت في 3 دول أجيب المواد اللي راح أشتغل فيها.
والمجموعة اللي اشتغلت فيها لليوم الوطني عبارة عن لولو ومرجان وذهب، دخلت فضة مطلي وفضة عشان الأسعار تكون في متناول الجميع. التصاميم عبارة عن عقود وفي أساور وفي أطقم، من كل طقم حبة واحدة بس. أنا حتى في شغلي يعني للمحل دائماً يكون بالقطعة أو القطعتين، لأن دائماً القطرية تحب التميز. في أشياء سويتها كميات للمدارس والهيئات والمؤسسات الحكومية لأن يهدون بعض في هاليوم. وما زلنا نتواصل معاكم أحبتنا، ويا هلا ومرحبا بكل متابعين برنامج في الضحى. راح نحاول من خلال حلقتنا اليوم أن احنا نغطي لكم بعض الفعاليات وأيضا الأنشطة التي تقام في بعض الجهات والمدارس، لذلك راح ننتقل وياكم إلى زميلتنا شوق النقدي اللي موجودة حاليا في روضة مدرسة المنتزة، وراح تعرفنا عن الفعالية الموجودة عندهم. صباح الخير يا شوق. يسعد لي صباحك زميلتي أسماء، وأكيد متابعين برنامج في الضحى وين ما كنتم حياكم الله. ما زلنا مستمرين معاكم أكيد تغطياتنا المختلفة والمتنوعة، ونفس ما ذكرنا دائما وأبدا حريصين على التنوع والاختلاف والتجديد. أما حاليا احنا متواجدين طبعا في مدرسة وروضة المنتزة، طبعا أكيد النموذجية المستقلة للبنين راح نسلط الضوء حول الفعالية والأنشطة، لكن من خلال خبير وباحث الخاص طبعا بالكشافة والأنشطة الإرشادية معنا أكيد الفاضلة والقديرة أمينة أو أميرة عفوا الخياط، حياك الله معنا في برنامج في الضحى. أهلا وسهلا. هلا. طبعا بداية أكيد احنا نحب نشكركم، نحب نوجه الشكر لكافة أعضاء المدرسة أكيد على هذه الفعالية اللي أنتم تقيمونها. دائما أنتم حريصين على أنكم تكونون دائما في الصدارة في المقدمة من خلال الأنشطة والفعاليات تقدمونها. بداية حابين نعرف مشاهدينا أكثر عن نوعية هذه البرنامج وشنو اللي تهدفون له. طبعا برنامجنا اليوم طبعا قامت فيه إدارة المدرسة، مشكورة إدارة روضة ومدرسة المنتزة، هي اللي كان عليها الحمل الأكبر في إقامة هذا المعسكر. هو مخيم كشفي ضم ثلاث جهات معاهم، جهات وزارة الداخلية وزارة البيئة وجمعية الكشافة، وكان الأساس المسمى هو المخيم الكشفي، والفئة المستهدفة هي الأشبال والبراعم من جميع مدارس الدولة. المدارس النموذجية قامت المدرسة بتوجيه دعوات للمدارس، جميع المدارس النموذجية وال الروض الموجودة في الدولة طبعا بخصوص البنين. يعني طبعا احنا قاعدين نقول اذا هناك في مشاركات خارجية عديدة طبعا من سواء من المدارس نفس ما قلنا النموذجية المستقلة وايضا من الشركات الخارجية والجهات الخارجية. طيب لو نتكلم شوي اكثر عن الجهات الخارجية وشنو كان دورهم اكيد في هذه الفعالية. طبعا الجهة الخارجية الأولى هي كانت وزارة الداخلية. وزارة الداخلية قامت مثل ما شفنا من شوي بعمل ورشة توعوية مرورية للبراعم وللأشبال، يعني علمهم عن أهمية حزام الأمان، خطوط المشاة، احترام القوانين، الإشارات، خصوصا بالنسبة للأطفال الصغار اللي هم البراعم. وكان في الجهة المقابلة عندنا مخيم قاموا فيه قادة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حل هي عملية نصب الخيم، العقد والربطات، يعني مثل ما نقول التقاليد الكشفية اللي عندنا موجودة. وأيضا كان في تعاون معهم مع وزارة البلدية، مشكورة استعانوا فيها أنها يعني وفرت لهم شتلات وقاموا بالزراعة، وطبعا ساعدهم في المفوض العام من ما شاء الله الناس الجايين من وزارة الداخلية، ساعدوا الأشبال والبراعم في الزراعة. فعلا قاعدة نشوف أن أنا كنت موجودة هنا حضرت تقريبا كل الفعاليات كل الأنشطة. حلو أنه قاعد يخذون على كل واحد على قد ما يناسب من الفئة العمرية قد المعلومات اللي تقدم لها. كان هناك تفاعل جدا حلو من قبل الأطفال أيضا من قبل اللي هم كانوا مسؤولين في هذا. طيب إحنا نبي نعرف أيضا أنتم أكيد في كل مدرسة كل مؤسسة تهدف إلى التربية والتعليم، تهدف إلى إنشاء جيل أكيد قادر على المساهمة قادر على المساعدة في المستقبل. أكيد طبعا نفس ما قلنا أحد الأهداف اللي أنتم تحققونها أو حابينكم تحققونها، لكن لو نسلط الضوء أكثر على هذه الفعالية أن شنو أهم الأهداف أيضا اللي أنتم حابين تخدمون فيها الأطفال.
طبعا من اهداف الفعاليه اللي صارت اليوم، يعني صادف ان عندنا اسبوع الشجره، فكانت الزراعه بهالمناسبه بنفس التوقيت، زائد ان تعزيز العلم او التقاليد الكشفيه، بعد تصادف ان شاء الله ان احنا بعد كم يوم الاسبوع الجاي باذن الله راح نحتفل باليوم الوطني، وهذه من احتفالات الدوله باليوم الوطني واحتفالات المدرسه ايضا باليوم الوطني. ومثلا بالنسبه لجمعية الكشافة، طبعا احنا خطتنا دائما نضحها كل سنة تضم انه هو لازم يكون في معسكر كشفي، فقامت المدرسة مشكورة باستضافة هالمعسكر، يعني وهي صراحة اللي قامت يعني بعمل المشروع من الألف للياء. طبعا احنا قاعدين نشوف ايضا طبعا نفس ما ذكرتي الفعاليات متنوعة ومختلفة، وايضا حلو انها قاعد تشوفون من الحين انتم قاعد تدربون اكيد الاطفال على انهم او الكشافة خلينا نقول على انهم شلون مثلا يقدرون يعززون الثقة والقدرة اكيد بالنفس، وان هم خصوصا نفس ما قلنا هم مقبلين على اليوم الوطني هو ان شاء الله 18 ديسمبر. طيب شنو الفعاليات الاخرى اللي انتم اكيد راح تسوونها مثلا في المدارس بشكل عام اللي ممكن تساهم في ان تعزيز القدرة لديهم، خاصة ان في هذا العمر مهم ان احنا نشأهم تنشئة صحيحة؟ نعم طبعا احنا عندنا تبع خطتنا في الجمعية عندنا تجمعات كشفية، بعدها يعني في بعض التجمعات صارت وفي بعض التجمعات ان شاء الله بعد اليوم الوطني راح نفعلها، اشتراكنا باليوم الوطني ان شاء الله، عندنا احتفالية باليوم الوطني، عندنا ان شاء الله راح يكون في وفود جاية من برا وراح نشارك باشبالنا في استقبالهم بعمل عرضة، يعني شيء تراثي، يعني هو لانه تزامنا مع اليوم الوطني ففي وايد ما شاء الله فعاليات في جميع المدارس ان شاء الله راح تكون. طبعا شكرا لك على هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا، شكرا لكل جهودكم اللي انتم قاعد تبذلونها اكيد من اجل انشاء جيل جديد، جيل قادر اكيد على خدمه الوطن. شكرا لك. العفو حبيبتي، الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. طبعا اعزائنا المشاهدين احنا حبنا نشوف نفس ما قاعد نشوف هذه المدارس دائما حريصه على التغطيه، حريصه على انشاء الجيل فعلا في بشكل جدا جميل، انشاء بشكل فعلا قوي وفعال اكيد انهم يخدمون ابناء هم عفوا الابناء يخدمون الجيل بشكل المناسب بشكل صحيح. هاي تقريبا كل اللي عندنا، نرجع لزميلتي أسماء في الاستديو. شكرا جزيلا لك يا شوق على هذه التغطية، يعطيك العافية. وأيضا أحبتنا لازلنا نتواصل معاكم من خلال برنامج في الضحى وتغطية بعض الفعاليات وأيضا اهتمام العديد من الجهات الموجودة في الدولة في دعم السياحة في دولة قطر، ومنها مركز قطر الوطني للمؤتمرات اللي ضم تحت سقف العديد من المعارض التي تقام، إن كانت مهتمة بالرياضة، بالاقتصاد، بالتعليم، بالعلم، غيرها وغيرها الكثير من المجالات. خلونا وياكم من خلال هذا التقرير نتعرف على دور مركز قطر الوطني للمؤتمرات على دعم السياحة. مركز قطر أسس في 2011 طبعا تحت توجيهات سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير بلاد فدة السابق، والتولي حاليا سماحة سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. كان عندهم وجهة لجعل قطر في الخريطة مش بس في الخليج لكن في العالم كأجمع، للتوعية وتأسيس المعارض العالمية والأشياء الترفيهية للأسر والأشخاص والأفراد والشركات والمعارض المحلية اللي تتم. تم في مؤتمر البترول 20، هذا أول ما تم في 2011، وبعدها كعدة معارض مثل معارض اليو إن، سوري مؤتمر اليو إن United Nations ومعارض أخرى. طبعا تخريجات اللي قامت فيها جامعة قطر فاونديشن، جامعات المختلفة كويذر كورنيل، تكساس يونيفرسيتي، عدة جامعات، وهذا كله برشادات معالي صاحب السمو الشيخ موزة بن ناصر المسند. السياحة طبعا شيء مهم لنا، لأن ليش هذا الشيء جميل؟ منها الدول الأجنبية تعرف عن قطر وميزات قطر، قطر ترحب في جميع ضيوفها دائما. جيل المستقبل هي النظرة ندعم الجيل
الأشياء التوعوية مثل ويش وايز الفكري والطبي للجيل القادم، جيل قطر القادم اللي هم الطلاب الحاليين، يكونوا طلاب ثانوية طلاب جامعة، للتوعية دكاترة في المستشفيات، دورات توعية. يا أهلا مرحبا فيكم أحبتنا، شاهدنا وياكم من خلال هذا التقرير تعريف عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات اللي يحتضن ويستضيف العديد من المعارض المختلفة وأيضا المسرحيات العالمية وغيرها من الفعاليات والدورات المختلفة التي تقام في الدولة. المركز أيضا يحتضن من خلال وجود المعرض معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 26، وياكم راح نتعرف أكثر على حساب معرض الدوحة الدولي للكتاب، لكن بعد الفاصل. مثل ما قلت لكم أحبتنا قبل أن نطلع للفاصل، راح نتعرف على حساب معرض قطر الدولي للكتاب. هذا المعرض الذي بدأ بالأمس ويستمر حتى 12 من ديسمبر. المعرض فيه العديد من الأقسام والأجنحة المختلفة التي تعرض مجموعة كبيرة من الكتب لكل المهتمين بزيارة معرض قطر معرض الدوحة الدولي للكتاب. نستعرض وياكم من خلال الشاشة موقعهم، ورح يتم التغريد بكل الفعاليات وأيضا الندوات التي ستقام على هامش المعرض. إذن من بعد ما تعرفنا وياكم على هذا الحساب، نتمنى لكل مشاهدينا إجازة نهاية أسبوع سعيدة تقضونها مع الأهل والأحباب حتى تبتدون الأسبوع القادم بنشاط وحيوية. من فريق عمل برنامج في الضحى ومن أخذكم أسماء الحمادي بحب وابتسامة، نقول لكم مع السلامة. أنا كبري كل يقول ألف النعم فيك كبري، وأقول أنا سمي دار أهلي وعلى روحي بشري. أنا كبري كل يقول ألف النعم فيك كبري، وأقول لا عمرك انت تقصري. انا قطري.